علمناها قبل كده صح ولا لا؟ ايه هي الاوردينري ديفرنشال ايكويشن؟ الاوردينري ديفرنشال ايكويشن هي المعادله اللي فيها المتغير والتفاضل بتاعه. يعني بصوا كده يا شباب، الديفرنشال ايكويشن عندي نوعين، نوع اسمه اوردينري ديفرنشال ايكويشن ونوع اسمه بارشال ديفرنشال ايكويشن. خدنا التصنيفه دي في الرياضه 3 في الديفرنشال ايكويشن، كانت الاوردينري معناها ان المتغير المجهول معمول له تفاضل بالنسبه لمتغير واحد فقط، زي المنظر ده كده، المجهول بتاعي هو الواي، الواي معمول له تفاضل بالنسبه لمين؟ اكس بس، يبقى دي اسمها اوردينري ديفرنشال ايكويشن. اما لو المجهول معمول له تفاضل بالنسبه لاكثر من متغير زي المعادله دي كده، المجهول اللي هو اليو معمول له تفاضل بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي، وبالتالي اسمها بارشال ديفرنشال ايكويشن، لان التفاضلات اللي جواها اسمها بارشال ديريفاتيفز، تفاضلات ايه؟ جزئيه. حلو الكلام. احنا النهارده هنحل في شابتر 5 ان شاء الله فقط مين؟ الاوردينري ديفرنشال ايكويشن. شكل المعادله اللي انا عاوز احلها على الشكل ده اهو، واي داش تساوي اف اوف اكس واي، دي شكل المعادله اللي انا عاوز احلها. وكنا اتفقنا قبل كده في الديفرنشال ايكويشن في سنة اولى ان انا دايما عشان احل الديفرنشال ايكويشن بعمل تكامل، والتكامل يعني ثابت، يعني بطلع مجهول. فلو عايز اطلع المجهول كان بيديني نقطة مع الديفرنشال ايكويشن اسمها انيشيال كونديشن اعوض بيها عشان اطلع مين؟ ثابت التكامل، صح كده؟ فدايما المعادلة دهيت هتلاقي موجود معاها حاجة اسمها انيشيال كونديشن، واي عند نقطة اسمها ايه بيساوي واي زيرو، واي عند نقطة اسمها ايه، نقطة ابتدائية قد تكون الصفر قد تكون واحد قد تكون اي نقطة اكس، قيمتها قيمة المجهول قيمة الواي عندها واي زيرو. بمعلومية دي وبمعلومية ديت انا عاوز اطلع حل الديفرنشال ايكويشن، بس انا للأسف الديفرنشال ايكويشن ديت ما بطلعش الحل كدالة في اكس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في رياضة 3 درست ان انا عندي سيبرابل ديفرنشال ايكويشن، هوموجينيوس، سكند اوردر، ثيرد اوردر، كوشي، مش عارف ايه، انواع كتير. الناتج او الحل النهائي كان بيطلع واي بيساوي اكس تربيع على 2 زائد ساين اكس واي، صح كده؟ انا مش هطلع الكلام ده، انا ما اعرفش شكل الحل ايه. ده انا هاجي اقول لك مش انت تعرف قيمه الحل عند نقطه اسمها اكس ايه؟ طب عند نقطه اسمها 3 قيمه الواي بكام؟ تقول لي القيمه اهي، القيمة اللي هتطلع ديت هي قيمة تقريبية للحل الصح. يعني على فرض ان انا عندي معادلة تفاضلية اسمها واي داش بتساوي اكس تربيع زائد 2، المعادلة دي من النوع سيبرابل، صح كده؟ كنت بحلها ازاي؟ كنت بقول الواي داش اللي هي دي واي على دي اكس بتساوي اكس تربيع زائد 2، طرفين في وسطين، يبقى دي واي بتساوي اكس تربيع زائد 2 في الدي اكس، هعمل تكامل هنا وتكامل هنا، يبقى واي بتساوي اكس تكعيب على 3 زائد 2 اكس زائد كونستانت. لو كان عندي انيشيال كونديشن يعني واي اوف 0 بتساوي 1، هقوم جاي معوض هنا مكان الواي بواحد ومكان الاكس بكام؟ بزيرو، يطلع الثابت بتاعي بكام؟ بواحد. الحل اللي طلع ده يا شباب اسمه اكزاكت سوليوشن، الحل المظبوط اللي انا لو احتجت قيمة الواي عند اكس بخمسة هعوض مكان اكس بخمسة، احتجت قيمة الواي عند اكس بواحد من عشرة هعوض مكان اكس بكام؟ بواحد من عشرة، تمام كده؟ انما انا هنا في الشغل النيوميريكال ما بعرفش شكل الحل الاكزاكت ايه، ما بشوفش ده، كل اللي عندي المعادلة والانيشال كونديشن بتاعها، ويجي يقول لي ما هو قيمة الحل عند اكس بتساوي 2، ما بطلعش بقى الحل بالطرق القديمة بتاعت شابتر بتاعت رياضة 3، لا، انا بعمل عمليات الحسابيه بتاعتي بالكالكوليتر او باستخدام القوانين والقواعد اللي انا اخدها، واقول له خد الحل عند 2 بيساوي 4. طب اذا كان الاكزاكت طلع 4 انا بطلعه 3.992، قريب جدا منين؟ من ال 4. الحاجات دي مفيده فين؟ ان انا ممكن اطلع قيمه الحل عند 20 نقطه وابدا اعمل انتربوليشن لل 20 نقطه بداله تقريبيه بولينوميال، صح ولا لا؟ ما هو فاكرين في قاعده زمان اول ما درسنا تكامل قال لك مش كل التكاملات تنفع تتحل، صح ولا لا؟ يعني ما تبقاش انت قاعد بتذاكر مثلا انتجريشن وتقوم انت مالف مساله وتقعد تدور على حل، ممكن ما يبقاش حل،
ممكن جاوس نفسه ما عرفش يحلها، صح ولا لا؟ انت ممكن تحلها بس جاوس ما عرفش، فخلاص يعني نفس القصة. بما ان مش كل التكاملات تنفع تتحل، فمش كل المعادلات التفاضلية تنفع ايه؟ لان المعادلة التفاضلية عشان تتحل عايزة تكامل، صح ولا لا؟ طب افرض معادلة تفاضلية ما بتتحلش، اقف ما مشيش التطبيق بتاعي، ما خلصش الموديل بتاعي، لا انا بطلع قيم الحل عند نقط محددة، وباستخدام قيم الحل عند نقط محددة ممكن اطلع قيمة الواي عند 20 نقطة اكس، اجي اعمل لهم انتربوليشن اطلع شكل الحل كدالة تقريبية بولينوميال، صح ولا لا؟ يبقى اذا النيوميريكال سوليوشن اوف اوردينري ديفرنشال ايكويشن مهم جدا استخدامه في حالة المعادلات التي لا يمكن ايه حلها، صح ولا لا؟ طيب عندي كم طريقة بتحل هذه المعادلات يا شباب؟ ان شاء الله في الشابتر بتاعنا ده موجود 5 طرق: تيلور سيريز ميثود، اويلر ميثود، موديفايد اويلر ميثود، رونج كوتا ميثود، وفي ميثود اخيرة لو تبقى وقت هناخدها اسمها مالتي ستيب ايه ميثود. تعال نبتدي النهاردة كده باول طريقة اللي هي اويلر ايه اويلر ميثود. اول طريقة خالص عندي اسمها اويلر، هنكتب الاي حرف كابيتال عشان اويلر ده شخص عالم، اويلر ايه ميثود. طبعا كلنا سمعنا عن اويلر اللي عمل، كلنا درسنا كومبلكس نمبر، صح؟ المعادلة المشهورة اللي هي اي اس اي مش عارف بيتا بتساوي ساين بيتا زائد اي كوزين بيتا، اشهر معادلة في الرياضيات يمكن يعني. طيب اويلر ميثود قال ايه؟ قال لك انا هعمل تقريب بسيط خالص. ازاي؟ لو على فرض ان الحل بتاع الديفرنشال ايكويشن ده عامل كده اهو، ماشي، او بلاش كده اهو، خليه يعني مقوس للخارج اسهل شويه. ده الحل بتاعي، يعني ده الحل الاكزاكت اللي هو واي بيساوي اف اوف اكس. جيت هنا اهوت عطيك نقطه انيشال عند اكس 0 قيمه الحل بواي 0، دي النقطه الانيشال اللي وعتها لي، حلو. لو انا جيت عاوز اجيب قيمه الحل عند اكس 1، المفروض ان قيمته تطلع واي 1، انا واي 1 ما اعرفهاش عايز احسبها، مش كده؟ يبقى عندي نقطه انيشال اسمها اكس 0 واي 0 وعنده معادله تفاضليه، المطلوب مني احل المعادله التفاضليه دي واحسب قيمه الحل عند نقطه اسمها اكس 1. فانا بالنسبه لي اكس 0 واي 0 معلومين، وبالنسبه لي اكس 1 واي 1، اكس 1 معروفه عايز احسب عندها واي 1 ما اعرفهاش. لو انا اعرف معادله الكيرف ده اهو اللي هي معادله السوليوشن، معادله الحل، هعوض في اكس 1 يديني واي 1، صح ولا لا؟ بس انا للاسف ايه، انا ما اعرفش المعادله دي شكلها ايه. فقال لك بسيطه، ما تيجي نعمل ممس هنا اهو عند النقطه المعلومه. هو الممس محتاج ايه؟ محتاج نقطه وواي داش، الميل الواي داش موجود عندك مع معطى، ما هي المعادله التفاضليه واي داش، صح ولا لا؟ والنقطه اكس 0 واي 0، وتيجي هنا اهو تعوض في معادله المماس، يقوم يطلع لك واي 1 داش اللي هي تبقى قريبه من الواي بس في نسبه خطا. يبقى انا قدرت اجيب قيمه تقريبيه للواي 1 عن طريق استخدام المماس بتاع الحل اللي انا ما اعرفوش، صح ولا لا؟ طب هي معادله المماس بتساوي ايه؟ واي ناقص واي 0 بتساوي واي داش، واي داش عند قيمتها بكام؟ اف اوف اكس وواي، اف اوف اكس 0 وواي ايه؟ لو قعدت هنا باكس 0 وواي 0 يديك الواي داش، صح ولا لا؟ انا عاوز احسب عند نقطه اكس 1 وواي 1، فهاجي اعوض هنا واي 1 وهنا ايه؟ اكس 1، طرفين في وسطين، يبقى واي 1 بتساوي واي 0 بلس اكس 1 ناقص اكس 0 في اف اوف اكس 0 وواي 0. قام رايح مسمي ده اتش اللي هي اكس 1 ناقص اكس 0 اللي هي الستيب سايز، سماها اتش، اصبح القانون بتاع زميلنا العزيز اويلر بيقول واي 1 يساوي واي 0 بلس اتش في اف اوف اكس 0 وواي ايه؟ واي 0 اهو. بس يعني سعادتك لو عندك معادله تفاضليه واي داش تساوي اف اوف اكس وواي، واعطيه لك نقطه انيشال عند اكس 0 وواي 0، مطلوب منك تحسب
عند النقطة X واحد المعلومة الواي واحد بتاعتها بكم معرفهاش، خد ستيب سايز ما بين الاتنين إكس، عوض في القانون يديك مين؟ واي واحد. ماشي كده؟ فلو انا عندي خط الاعداد بتاعي بتاع المسألة بادئ بإكس زيرو واي زيرو، ممكن احسب إكس واحد واي واحد، عند إكس اتنين واي اتنين، عند إكس تلاتة واي تلاتة، صح كده؟ يقوم يطلع لي عدد كبير من النقط، عدد النقط الكتير ده اخده اعمل له انتربوليشن. حد فاكر كلمة انتربوليشن؟ اللي هو بياخد النقط يحولها بولينوميالز، والبولينوميال تقريب كويس لمين؟ للحل. هو مش الحل بالظبط ولكنه ايه؟ تقريب كويس، اعرف اعمل له تكامل، اعرف اعمل له تفاضل، اعرف صح كده؟ لو هو كيرف اعرف اجيب المساحه تحته، اعرف استخدمه في تطبيقات ايه؟ مختلفه. ماشي كده؟ اكيد هيبقى كبير ان هي طرائق بدائيه، مش هضحك عليك هي طرائق بدائيه بس بتمشي الامور. كل ما الستيب سايز قلت كل ما الايرور هيقل، صح ولا لا؟ يعني انت باين على السبوره هنا ان الستيب سايز كبير، وبالتالي المثلث بتاع الايرور طلع كبير. انما لو انت واخد نقطه ملاصقه ليها بواحد من الف مثلا، الستيب سايز قليله خالص، الايرور هيبقى يعني مقبول في تطبيقات معينه، صح ولا لا؟ يعني تخيل النقطه اللي انت عاوز تحسب عندها اكس واحد ده، المسافة بينهم حاجة بسيطة خالص، يعني ايرور يمكن اهماله، يطلع واحد من الف، واحد من عشرة الاف نسبة يعني. وانت لو بتحسب على عشرين نقطة في الفترة مثلا من واحد لاتنين، يبقى انت عندك عشرين نقطة، يبقى الستيب سايز واحد على عشرين. لو قسمت بالفترة من واحد لاتنين لتلتمية الف نقطة، الستيب سايز هيبقى واحد على تلتمية الف، وبالتالي الايرور ممكن يبقى واحد على مية الف مثلا، فيبقى نسبة مقبولة. والكمبيوتر طبعا اللي ايه؟ اللي بيحسب. احنا بنتعلم الطريقة تتحسب ازاي عند نقطة ولا اتنين، انما لو الموضوع كبر مش هنقعد يعني. اكيد اويلر ما عادش يحسب 3000 نقطة باستخدام المعادلة دي، وإلا كان افنى حياته وما كملش اي حاجة ولا عمل اي انجاز في العلوم يعني. ماشي. عندنا مثال مثلا واحد بيقول يوز تيلور ميثود اوف مش عارف ايه اللي هي ديت اويلر، مثال رقم صفحة 128، ادالي معادلة واي داش بتساوي اكس تربيع زائد واي، واي داش بتساوي اكس تربيع زائد واي، واكس زيرو وواي اوف زيرو بتساوي واحد، دي الانيشال كونديشن بتاعتنا. يوز اويلر ميثود تو فايند the values at 2 من 104 من 106 من 108 من 100. use Euler method to find y at x بتساوي 2 من 100 4 من 100 6 من 100 8 من 100 و1 من ايه؟ و1 من 10. يعني عاوز يحسب باستخدام Euler لكم نقطة؟ خمس نقط بمعلومية نقطة واحدة. فأنا بدايتي خالص أعمل إيه يا شباب؟ أرسم خط الإعداد اللي هيبين لي كل حاجة. أول نقطة عندي جيفن اللي هي إكس زيرو بتساوي زيرو، إكس واحد واي زيرو بتساوي واحد. أول نقطة عايز يحسب عندها اللي هي إكس واحد بتساوي 2 من 100، تاني نقطة إكس 2 بـ 4 من 100، تالت نقطة إكس 3 بـ 6 من 100، رابع نقطة إكس 4 بـ 8 من 100، واخر نقطة اكس خمسة بواحد من عشرة. واضح جدا ان الستيب سايز بتاعتي كلها متساوية بكام؟ باتنين من مية، او اتش بتساوي اتنين من ايه؟ اتنين من مية. ملحوظة بس سريعة، الاف اوف اكس وواي المستخدمة في القانون بتاع اويلر ده هي قيمة الواي داش. يعني لو جايب لي المسألة اتنين واي داش، يبقى الاف عشان اطلعها مظبوط لازم معامل واي داش بكام؟ بموجب واحد. فأي خداع في هذه المسألة لازم أخلصها على الشكل ده، لأن قانون أويلر اتوضع للشكل ده بس، للشكل ده بس. وبالتالي لو جاب لي الواي داش مضروبة في خمسة أقسم على خمسة، جاب لك كله في طرف واحد ودي الواي داش في طرف، والباقي حاجات عمليات بسيطة ما توقعش إن أنتوا إيه تقفوا فيه. ماشي. يبقى نطبق قانون أويلر بيقول واي واحد بتساوي واي زيرو زائد اتش في اف اوف اكس زيرو واي زيرو. فين اف اوف اكس زيرو واي زيرو بتاعتي؟ اللي هي ده، ادي اف اوف اكس وواي.
بتساوي اكس تربيع زائد واي. اجي احسب واي واحد تساوي واي زيرو اللي هي بواحد زائد اتش اللي هي 2 من 100 في اف اللي هي الداله ده عند اكس زيرو واي زيرو. ادي الداله اكس تربيع زائد واي هعوض باكس زيرو اللي هي زيرو مكان الاكس والواي بواحد يبقى زيرو تربيع بلس واحد. طبعا باستخدام آلتنا الحاسبة هنطلع الناتج بتاعنا واحد واتنين من مية. يبقى اصبح النقطة واي واحد معلومة عندي. باستخدامها بقى اجيب مين؟ النقطة اكس اتنين. تقول لي طب وانا ممكن حساباتي غلط، ما انا اجيبها الاضمن باستخدام دي واعمل دبل الاتش. اقول لك النتيجة ما تبقاش دقيقة بقى، ما كل ما الاتش تزيد كل ما النتيجة تبوظ معاك. انا معاك ان هي اضمن بس كل حاجة ضربتها، انا بخلص نقطة لازم اجيب النقطة اللي بعدها باستخدام اقرب نقطة لها قبلها. يبقى دي قاعدة عندنا ثابتة، عشان اجيب اي نقطة من دول اقرب نقطة معلومة لها هي اللي تجيب دلالتها، هي نقطة الريفرنس بتاعتي. فلما اجي احسب واي اتنين القانون بقى هيطلع بيساوي واي واحد النقطة اللي قبلها على طول زائد اتش اف اوف اكس واحد وواي واحد. واي واحد بكام؟ 1.02 بلس اتش بكام؟ اللي هي ديت ب 2 من 100. الاف بتاعتي اكس تربيع زائد واي اعوض جواها باكس واحد وواي واحد، اكس واحد ب 2 من 100 وواي واحد ب 1 و 2 من 100. اهو يبقى اكس واحد ب 2 من 100 وواي واحد ب 1 و 2 من ايه؟ و 2 من 100. وانتوا ما جبتوليش الكشف صح؟ خلصتوا؟ حد عدل حاجة ولا بتاع؟ كده؟ الامتحان كان صعب؟ الدرجات حلوة؟ الدرجات وحشة ليه؟ الامتحان ما كان سهل يعني صح؟ الوقت حاضر. دي المشكلة، هما المادتين عليهم نفس الدرجات. الامتحان ده من 15، باقي لنا 5 إن شاء الله يعني على الحاجات التسليمات والحاجات اللي أنتوا عملتوها. لا ما هو من 40 اعمال سنه صح؟ 40 اعمال سنه و110 فاينل مش كده؟ ماشي يا شباب؟ طيب اعوض بقى هنا في الاكس تربيع تبقى 0.02 كل تربيع زائد الواي اللي هي 1.02. التك الحاسبه طبعا هتلعب دور مهم جدا في هذه المساله، يتبقى لك الناتج 1.04408. واضح جدا ان انا هفضل شغال اجيب الواي 3 باستخدام الواي 2، واي 4 باستخدام واي 3، واي 5 باستخدام واي ايه؟ مفيش مانع ان انا بعد ما اخلص اروح اعمل تيبل جميل كده في قيم الاكس وقيم الواي. اول نقطة عندي كانت 0 و1، ثاني نقطة 2 من 100 و1 و2 من 100، 4 من 100 وهكذا. يبقى انا عملت جدول اقدر باستخدامه اعمل ايه؟ اجيب الانتربوليشن واعمل تقريب للحل اللي انا ما شفتوش ولا استخدمت الطرق القديمه بتاعت رياضه 3. الطرق الاكزاكت لها 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 مكانها ولها طريقتها. انا هنا في النيوميريكال انا بديك طرق تنجزك في الشغل بتاعك، كلها حسابات، كلها ايه؟ حسابات. لا دخلتك في تكامل ولا دخلتك في كلام من ده. هو ده الهدف من النيوميريكال ميثودز يا شباب. انا ما بعرفش الحل الاكزاكت شكله ايه والهدف كده. طب واحد يقول لي طب ما انت جايب لي مساله سهله بتتحل اكزاكت في 3 دقائق صح ولا لا؟ اقول لك ما انا بطبق لك على المساله المعروف الاكزاكت بتاعها عشان اضمن ان الحل بتاعي صح، وبعد كده اعمل جنراليزيشن للطريقه عند اي مساله بتتحلش. هو اي مهندس او اي برنامج هندسي بيعمل ايه؟ بيجيب امثله تنفع تتحل ولها الاكزاكت عشان يتاكد من سوء، ويبرمج برنامج تدخل له اي جيفنز يديك ايه الشغل بتاعك. بيقولكش بقى المسألة دي لها حل ولا ملهاش، هو بيبرمج على بيز أساس ثابت وبعد كده يشتغل. فضل أويلر شغال كده طريقة بدائية، جالنا واحد اسمه هيونز ده عدل سنة كده في الطريقة بتاعت أويلر وعمل موديفايد إيه؟ أويلر. قال طريقة الموديفايد أويلر الطريقة الثانية موديفايد اويلر ميثود.
قال واي اللي انا عاوزها بتساوي واي القديمه زائد اتش في الداله، كانت بتطلع نواتج مش قوي، انا هزود حته في الحسابات، قال واي واحد تساوي واي زيرو بلس اتش على اتنين اف اوف اكس زيرو وواي زيرو بلس اف اوف اكس واحد وواي واحد. يعني بدل ما يضرب الاتش في قيمة الدالة بتاعت المماس، لا خد نقطة وسيطة هنا هو في النص ما بين الاتنين، تقوم تقلل الخطأ شوية. هيجي واحد قاعد يقول لي ايه، طب هو عاوز يعوض بواي واحد اللي هو عاوزها، هيجيبها منين؟ صح؟ صح كده؟ برضو اللي حواليه قالوا له كده برضو، قال لهم خلاص نسميها واي واحد ايه؟ ستار. احمد زي الحاج احمد، هتفرق في ايه؟ صح؟ قال لهم لا، واي واحد ستار ديت هو التقريب بتاع اويلر. واي واحد ستار بتساوي واي زيرو زائد اتش اف اوف اكس زيرو واي زيرو، يعني واي واحد ستار هو الناتج بتاع مين؟ اويلر. عشان كده سماها مضيفية اويلر وما سماهاش باسمه، سمى الطريقة مضيفية ايه؟ اويلر، رغم ان اسمه معروف اللي عملها. ماشي؟ يعني في بعض الكتب تكتب اسمه وفي بعض الكتب تقول هي مضيفية اويلر، لانه حسن شوية في مين؟ في شغل اويلر. النواتج اتحسنت؟ قطعا النواتج ايه؟ اتحسنت على الاقل سنة صغيرة. يعني انا لما اجيب لك في الامتحان اقول لك يوز مضيفية اويلر، انا بس بضحك عليك وكأنك بقول لك استخدم اويلر والتحسين بتاعه، صح ولا لا؟ صح كده؟ يعني انا لو حبيت احسب يا شباب النقطة اللي هي واي واحد كفاية في نفس المسألة اللي فاتت، نفس المسألة اللي فاتت ده، نفس المثال السابق، عاوز اجيب الواي واحد طبقا لهذه القانون، واي زيرو اللي هي بكام؟ واحد زائد اتش على اتنين اللي هي بوينت زيرو اتنين على اتنين في اف اوف اكس زيرو واي زيرو، بعوض بالنقطة زيرو تربيع زائد واحد اللي هي واحد زائد اف اوف اكس واحد وواي واحد اللي هي ده، واحد واتنين من مية زائد اربعة من الف، صح؟ يعني واحد بوينت زيرو اتنين زيرو اربعة مثلا بالتقريب كده. لو جيت حسبت دي بالآلة الحاسبة تلاقي افضل اقرب سنة منين؟ من التانية. يعني الخطأ اتحسن بالاويلر طبعا، ما انا بقول لك هي موديفايد. يعني الحقيقه اثبتها بسهوله بطريقه اسمها الترابوزويدال رول، طرق من طرق النيوميريكال انتجريشن، احنا لسه ما درسناهاش، لو اتبقى وقت في المنهج هندرس شابتر 7 اللي هو النيوميريكال انتجريشن، فيعني ايه لا داعي ان احنا ناخد في اثباتها لان احنا ما خدناش اصلا الطريقه بتاع النيوميريكال انتجريشن. بس بصرف النظر هو هيونز عدل التعديله ديت وحسن النواتج شويه. عايز اقول لك خد بالك من حاجه، ايه هي؟ انا ممكن اجيب لك المساله واقول لك احسب لي عند اكس واحد باستخدام اويلر وعند اكس اتنين بموديفايد ايه؟ اويلر. وممكن اجيب لك اكس اتنين ماهيش على نفس المسافه من اكس واحد، يعني الستيب سايز بتاع كل نقطه مستقله بيها يا شباب. يعني صدفه كويسه ان في المساله دي الستيب سايز مالها متساويه، انما انا ممكن اجي اقول لك احسب لي عند اكس واحد، يعني ممكن اجيب لك الانيشال كونديشن الاكس زيرو بتساوي زيرو والواي زيرو بتساوي واحد، اقول لك احسب لي عند اكس واحد اللي هي اتنين من مية وعند اكس اتنين بتساوي خمسة من مية، يبقى الستيب سايز بتاعت الحسبة بتاعت اكس واحد ديت هتبقى اتنين من مية والستيب سايز بتاع ديت هتبقى تلاتة من مية. اذا الستيب سايز ممكن تتغير من نقطة لكام؟ للتانية. وممكن اطلب منك تلات نقط كل نقطة بطريقة مختلفة عن ايه؟ بحيث اجيب لك مساله واحده فيها كل الطرق. تقول لي ما لو طلعت واحده غلط الباقي يطلع غلط، مش عارف اظبط وقتي، ده انا مذاكر احصاء بس، ده انا حليت امتحان الاحصاء الاول، كل دي مشاكل يمكن تداركها بالتنظيم، صح ولا لا؟ انما ما ينفعش المادتين يا شباب ودي غلطه شنيعه وانتوا دي خامس رياضه في النيوميريكال ولا بصيت لها، هضحك عليك ولا بصيت لها، امتحنا ام سي كيو، عارفين من الاول انه ام سي كيو، عارفين ان بنصحح على الجدول، هو يعني ايه ها اللي عملته ان اللي ما كتبش في الجدول بصيت فوق، لو مختار حاجه بحسبها له صح لو هي صح، لو مختار اجابتين طبعا بشطب على السؤال. ماشي؟ اه يعني
فاينل ام سي كيو بابل شيت، يعني مش هشوف الدرافت بتاعك اصلا. الاحصى ما اعرفش دكتور ايمن بقى يقول يعني. ولا كاني شفتها، ولا كاني شفتها. هضحك عليك، ولا كاني شفتها. انا قال لكم من البدايه ان الامتحان ام سي كيو والتصحيح على الايه، على الاختيارات، صح ولا لا؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده في اخر السنه ان شاء الله. بس انا مش شايف الدرجات يعني، ما مش شايف حد قال عن النص يعني، مش احمد محمد عبد العظيم شعبان وفاء. اذا كل نقطه ممكن تبقى مختلفه عن الثانيه، كل نقطه لها ستيب سايز مختلف، كل نقطه لها طريقه ايه مختلف. يا شباب دي خامس رياضه لكم صح، وكل الرياضات كانت فرعين بمنهجين صح، بامتحانين بس الاثنين مع بعض في 3 ساعات. لازم بقى ده عليه قد ده، ده عليه قد ايه، فلازم تنظم وقتك. اوعى الزمن بتاع ده يجي على الزمن بتاع ده، اوعى مذاكره الفرع ده تيجي على مذاكره الايه الفرع ده. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا مادتنا الافكار فيها محدوده كافكار، انما كحسابات ومهاره حل وكده هو ده الشغل والتعب كله. فما كنتش تحل بايدك وتغلط وتشوف الغلط فين وتعيد الحسابات تاني، فاهمني؟ الحاجه الثانيه ان انا اللي عملتها في الميد وهتتعاد في الفاينل، ان كل النقط عليها نفس الدرجه، كل النقط عليها نفس الايه، فانت ممكن تلاقي مساله تطلع عينك تقعد تحلها في نص ساعه، ومساله بتخلص في لمح البصر. اكيد انت بالفطنه اللي عندك هتخلص الحاجات اللي بتخلص في لمح البصر وتاخد درجاتها، صح ولا لا؟ والحاجات اللي بتطول شويه تتركن للاخر، لان كل الاسئله عليها نفس الايه. وانا بتعمد اعمل كده، بجيب لك سؤال بالنظر مش محتاج حسابات، وشفتوا الاسئله دي، شفتوا نوعيه الاسئله دي، بالنظر مش محتاج حسابات، عليه نفس الدرجه بتاع السؤال اللي محتاج حسابات طويله، مكتوبه فوق كده اهو، اول كويشنز هاز ايكوال، اكتبها لكم ايه بالهندي، كل حصل شفتها، كل الاسئله عليها نفس الدرجه، كل الناس شافتها. يا جماعه ها ما لحقتش تشوف حاجه، يا ده انا عامل امتحان كاتب عليه من فوق 20 منت، هو بحق ربنا بتحل في 15، وخمس دقايق تراجع حساباتك وتراجع الكلام ده. منهم على فكره مثلا العشر اسئله دول منهم خمسه ممكن ما يحتاجوش منك 3 دقايق، مش محتاجين حسابات بالقل الحزم، صح كده؟ فيعني الجدول نفسه انت بتكمله في قد ايه؟ يعني جدول اللي هو الناس بتوع ميكانيكا اللي جالهم جدول الانتربوليشن دي محتاجه دي ناقص دي، هتحسبها في دقيقه؟ جاء عليه كم سؤال؟ خمسه، تخيل خمسه، يعني نص الامتحان يتحل في 5 دقائق. ماشي، نص الامتحان يتحل في 5 دقائق، صح ولا لا؟ ماشي، يعني اقصد في اسئله شالت اسئله، ماشي كده. الطريقه الثالثه بقى يا شباب، الطريقه الثالثه طريقه تيلور ميثود. دي شكل المعادلة بتاعتنا اللي واخدينها كديفرنشال ايكويشن. حد فاكر تيلور اكسبانشن بتاع اعداد هندسة اللي خدناه في الديفرنشيشن في التفاضل؟ بجيب مفكوك الدالة باستخدام البولينوميالز، صح؟ اباوت نقطة اسمها اكس. حد فاكر القانون بتاعه؟ القانون بتاعه كان بيقول لو انا عندي دالة اف اوف اكس عاوز اجيب الاكسبانشن بتاعها، الاكسبانشن بتاعها اباوت اكس بتساوي اكس زيرو، صح؟ فاكر القانون؟ اف اوف اكس تقريبا تساوي اف اوف اكس زيرو، ده اول ترم، بلس اف داش اوف اكس زيرو على مضروب 1 في اكس ناقص اكس زيرو، زائد اف دبل داش اوف اكس زيرو
على مضروب 2 في اكس ناقص اكس زيرو كل تربيع وهكذا لغايه الترم النوني اللي هو اف تفاضل ان عند اكس زيرو على مضروب ان في اكس ناقص اكس زيرو كل باور ان زائد 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 لانه مفكوك غير منتهي صح؟ يعني لو عايز تجيب الحد الخامس هتروح تجيب التفاضل الخامس وتعوض جواها بالنقطه على مضروب 5 في اكس ناقص اكس زيرو الكل اس 5. عايز تجيب الحد رقم 100 هتفاضل الداله كام؟ 100 مره. طبعا ده كان فيه شرط مهم ان الداله بتاعتي ديفرنشيبل لغايه الاوردر اللي انت عايزه، يعني ما تروحش تجيب لي داله ما بتنفعش تتفاضل، لا لازم داله قابله للاشتقاق لمسافات ايه؟ بعيد. هو عمل ايه؟ وعليكم السلام. هو عمل ايه؟ قال انا هفترض ان الحل بتاع الديفرنشال ايكويشن هو الاكسبانشن ده ماشي، والنقطه اكس زيرو معطاها عندي والداله معطاها عندي صح ولا لا في الديفرنشال ايكويشن، والاكس اللي انا عايز احسب عندها لو اسمها اكس واحد هعوض في المفكوك مكان الاكس بكام؟ باكس واحد اهو، روح اعوض كده مكان اكس باكس واحد بقت دي اكس واحد اكس واحد اكس واحد، وسمى اكس واحد ناقص اكس زيرو ب اتش، اكس واحد ناقص اكس زيرو اتش، اكس واحد ناقص اكس زيرو اتش، فاصبح شكل القانون سهل خالص، واي واحد تساوي واي زيرو زائد واي زيرو داش على مضروب واحد في اتش زائد واي زيرو دبل داش على مضروب 2 في اتش تربيع زائد واي زيرو 3 داش على مضروب 3 في اتش تكعيب وهكذا. لو عايز الترم النوني واي زيرو ان على مضروب ان في اتش اس ان وهكذا. لو عوضت في الصيغه دي هتطلع مين؟ واي واحد اتش عندك المسافه ما بين النقطه الجديده اللي عايز تطلعها والنقطه القديمه. التفاضلات عندك وتقدر تستنتجها من المعادله التفاضليه. تعال نبص كده على مثال خلينا نطبق الكلام ده. يوز تيلور ميثود. مثال واحد صفحة 121. يوز تيلور ميثود اوف اوردر 4. اوردر 4 يعني تاخد اربع ترمات من الاكسبانشن اللي مش منتهي. خلينا نثبت الكلام يا شباب. اوردر 4 يعني تاخد لغايه التفاضل الكام؟ الرابع. يعني انا هنا عندي المفكوك غير منتهي، لو فضلت تشتغل الى ما شاء الله مش هيخلص. طب انا لازم كلنا نقف عند نفس النهايه، فلو جيت قلت لك اوردر 4 يبقى انت توصل في الاكسبانشن لغايه التفاضل الكام؟ الرابع. لو خدت التفاضل الرابع يبقى خدت كام ترم في المفكوك؟ 5. لو قلت لك اوردر 3 يبقى التفاضل الثالث، اوردر 5 يبقى التفاضل الخامس. يبقى الاوردر بتاع الطريقه هو رقم التفاضل. سؤال بقى، انا عشان اطبق في المفكوك بتاعي محتاج الواي زيرو، واي زيرو داش، واي زيرو دبل داش، 3 داش، 4 داش، صح كده؟ يبقى يلا نعمل جدول فيه التفاضلات بتاعتنا ديت اللي هستخدمها فين؟ في الاكسبانشن. ادي الواي، واي زيرو داش، واي زيرو دبل داش، واي زيرو 3 داش، واي زيرو 4 داش. الواي زيرو معطاها اصلا عندك بكام؟ بصفر. الواي داش معطاها ايه؟ اسمها ساين واي زائد اكس. هاجي اعوض جواها مكان الاكس باكس زيرو والواي بواي زيرو تبقى ساين زيرو زائد زيرو يدينا كام؟ زيرو. عايز اجيب واي دبل داش افاضل الواي داش، بس التفاضل ده اسمه اكسبليسيت امبليسيت ديفرنشيشن. فاكرين الامبليسيت ديفرنشيشن؟ لما يكون عندي الداله ما هياش مفصوله. بمعنى ايه؟ لو جيت قلت لك واي تساوي اكس تربيع تعرف تجيب واي داش؟ تقول لي 2 اكس صح كده؟ طب لو جبت لك الداله عامله كده اهو ساين اكس زائد واي بتساوي 3، دي اسمها امبليسيت فانكشن، يعني الواي مش مفصوله في طرف والاكس مفصوله في ايه؟ في طرف. لو حبيت تجيب الواي داش في هذه المساله تعمل ايه؟ بتشتق اي حاجه بالنسبه لاكس عادي واي حاجه بالنسبه لواي بتضربها في الواي داش صح؟ يعني باجي اقول الاشتقاق بكوزاين اكس زائد واي في مشتقة اللي جوه، مشتقة الاكس بواحد ومشتقة الواي بواي داش ومشتقة التلاتة بزيرو. ده اللي كان اسمه ايه يا شباب؟ امبليسيت ديفرنشيشن. ده هيقابلنا دلوقتي، لان لما اجي افاضل ديت هيطلع لي تفاضل ساين واي،
هقول بكوزاين واي، بس مش كوزاين واي بس، في ايه؟ ليه؟ عشان دي امبليسيت فانكشن، الاكس في الواي داخلين مع بعض في ايه؟ في مساله واحده، مش قادر افصل الواي لوحدها والاكس لوحدها. زائد تفاضل الاكس بكام؟ بواحد. يلا نعوض بقى، الواي بكام؟ بزيرو، ومفيش اكس. طب الواي داش انا عندي قيمتها من فوق اهي بزيرو، يبقى كوزاين زيرو في واي داش اللي هي زيرو زائد واحد، كوزاين زيرو بواحد في زيرو يبقى زيرو زائد واحد، يبقى الناتج بكام؟ بواحد. عايز اجيب واي تلاتة داش، اشتق دي، ده حصل ضرب دالتين، الاول في تفاضل الثاني، تفاضل الواي بواي دبل داش، زائد الثاني واي داش في تفاضل الكوزاين سالب ساين واي في واي داش، وانت عندك الواي داش وعندك واي دبل داش، صح ولا لا؟ واي دبل داش بواحد وكوزاين صفر بواحد، يبقى انا ضمنت ان دي بواحد. واي داش اصلا بكام؟ بزيرو، يبقى كل ده زيرو، يبقى الناتج بيساوي برضه كام؟ واحد. عايز اجيب واي 4 داش، كبرت شويه، يلا ده حصل ضرب دالتين وده حصل ضرب دالتين، لان واي داش في واي داش بواي داش ايه؟ تربيع، هتكبر معاك طبعا وتطلع الناتج بتاعك. ساعات اجي اقول لك ايه؟ فايند ذا فيرست 3 نون زيرو ترمز، اول ثلاث حدود ما هماش بصفار، لانك ممكن تروح تحسب ده اداك زيرو، فلو الواي داش ادت لك زيرو يبقى الترم ده ماله؟ ضاع، صح؟ يبقى انت عندك الترم الاول بزيرو، واي داش بزيرو، وده بزيرو، واي دبل داش بدات تطلع، واي 3 داش تطلع، واي 4 داش تطلع، يبقى دول اول ثلاث ترمات ما هماش بزيرو، ممكن واي 4 داش تديك زيرو، تبقى تقلب على واي 5 ايه؟ داش. تيلور فيها ميزه خطيره او ميزتين خطيرتان، ما هما الميزتان؟ الميزه الاولى ان انا لو سبت في المفكوك الاكس باكس بدون ما اعوض عنها باكس واحد، يبقى انا ممكن اطلع الحل الايه؟ الاكزاكت. يعني انا لو ما عوضتش جوه المفكوك ده هو مكان اكس باكس واحد، انا لما عوضت باكس واحد طلعت كومن نيوميريكال، افرض سبتها اكس مجهوله زي ما هي، يبقى انا ممكن اطلع كلوزد فورم للسوليوشن، يعني الحل كداله في اكس، صح ولا لا؟ الميزه الثانيه ان هي لا تقتصر على حل المعادلات من الفيرست اوردر، ده انا ممكن احل سكند اوردر. ازاي؟ تعال نبص على المثال رقم 3 في صفحة 123. جاب لي معادله سكند اوردر، هو كده ما صعبهاش، هو كده سهلها، لانه كده حاسب لي التفاضل الاول والثاني، صح ولا لا؟ هو عايز فورس اوردر، يبقى انا هجيب الثالث والرابع بس، مش كده؟ يبقى هو كل ما اوردر المعادله زاد هو سهل عليا، ده هو ادالي تفاضلات. طيب المعادله السكند اوردر لما تيجي تتحل كان بيطلع فيها ثابتين، صح؟ فعشان الثابتين يطلعوا لازم يبقى في اثنين انيشال كونديشن او اثنين باوندري كونديشن، بس احنا هنا في الشابتر بتاعنا بنحل انيشيال فاليو بروبلم، يعني اي معادله اجيبها لك هجيب لك معاها انيشيال ايه؟ هي تفرق ايه انيشيال من باوندري؟ انيشيال يعني النقطتين عند نفس النقطه، الشرطين معطيين عند نفس الايه؟ فعتلك بدايه الحل، انما الباوندري بديك هنا واي اوف 0 ب 3 وواي داش اوف 1 بسالب 2، يبقى انا اديت لك بدايه الفتره وايه؟ ونهايتها. ما بنحلش الكلام ده، احنا شغلنا في شابتر 5 بس بنحل ايه؟ initial value ايه برو، يعني بديك النقطة الابتدائية عند بداية الفترة فقط. تعال نحل، عشان نحل ونوصل لأوردر 4 محتاج الواي والواي داش والدبل داش والتلاتة داش والأربعة داش، صح كده؟ الواي أصلا معطاها عندي بكام؟ بتلاتة، واي داش معطاها عندي بكام؟ بسالب 2، واي دبل داش أهي بتساوي سالب، صح؟ لازم اظبط شكلها الاول، واي دبل داش بتساوي سالب اكس واي داش ناقص 2 واي، هعوض جواها بالواي داش بسالب 2 والاكس بزيرو يبقى دي بزيرو، سالب 2 في 3 يبقى سالب كام؟ تاني واي دبل داش، ودي ده كله الطرف الثاني، يبقى واي دبل داش بسالب اكس واي داش ناقص 2 واي، يبقى دي بتساوي سالب اكس واي داش ناقص 2 واي، عوض جواهم بالنقطه بتاعتك
انت عندك نقطة اكس بزيرو يبقى دي كلها زيرو، والواي بكام؟ بتلاتة، يبقى سالب اتنين في تلاتة يبقى سالب ستة. عايز اجيب واي تلاتة داش، اعمل اشتقاق لدي، ده حصل ضرب دالتين، الاول سالب اكس والتاني واي دبل داش، زائد التاني واي داش في تفاضل السالب اكس بايه؟ سالب واحد، ناقص اتنين واي تبقى ناقص اتنين واي داش. لو حبيت تختصرها تجمع دول مع بعض يبقى سالب 3 واي داش، يبقى كويس تبقى سالب اكس واي دبل داش سالب 3 واي داش. عوض واي دبل داش عندك قيمتها بكام؟ بسالب 6، والاكس بزيرو يبقى دي كلها بزيرو. سالب 3 واي داش، الواي داش عندك بكام؟ بسالب 2، سالب 3 في سالب 2 ب 6. عايز اجيب واي 4 داش، نشتق دي، حصل ضرب دالتين، الاول في تفاضل الثاني زائد التاني في تفاضل الاول، ناقص 3 واي داش تبقى ناقص 3 واي دبل داش. يلا نعوض، واي 3 داش عندك ب 6 والاكس ب 0 يبقى كلها 0، ناقص واي دبل داش، واي دبل داش بسالب 6 يبقى دي زائد 6، ناقص 3 في سالب 6 يبقى زائد 18، يبقى الناتج بكام؟ ب 24. يبقى انا طلعت القيم بتاعتي كلها. طب هو عاوز يحسب عند اكس بكام؟ 1 من 100، يبقى الاتش بتاعت القانون هي المسافة ما بين الاكس اللي انت عاوز تحسب عندها والاكس المعطى اللي هي زيرو. يبقى الاتش بكام يا شباب؟ 1 من 100 ناقص الزيرو اللي هي 1 من 100. كده انا جاهز للتعويض جوه القانون. يبقى واي عند 1 من 100 بتساوي واي زيرو قيمتها عندك بتلاتة، زائد واي داش اللي هي سالب 6 على مضروب 1 في الاتش اللي هي 1 من 100، زائد واي دبل داش اللي هي انا اسف دي بسالب 2، واي دبل داش اللي هي سالب 6 على مضروب 2 في الاتش تربيع، زائد واي 3 داش اللي هي ب 6 على مضروب 3 في الاتش تكعيب 1 من 100 تكعيب، زائد واي 4 داش اللي هي ب 24 على مضروب 4.01 الكل باور ايه 4. لو حسبت الحسبه دي بالاله الحاسبه هيديك قيمة تقريبية لمين؟ للواي عند 1 من 100. الحقيقة موضوع النهاردة موضوع سهل ولذيذ. اويلر اضعف طريقة، مضيفية اويلر حسنت الموضوع شوية. تيلور كل ما تزود الاكسبانشن كل ما الدقة تزيد، يعني لو خدت 10 ترمات اكيد الدقة اكتر ما تاخد 5 ترمات بس. اي اكسبنشن اي مفكوك كده، وانا قلت لكم قبل كده الاله الحاسبه اصلا بتحل الساين والكوزين ازاي، بتحسبهم ازاي؟ بمفكوك تيلو، صح؟ يعني الاله الحاسبه بتحل ازاي ساين 31، انت كتبت لها على الشاشه ساين 31، هل الاله الحاسبه فيها جداول بتروح تاخد القيمه وتحطها؟ الناس زمان لو لك حد كبير شويه كان في الخامسه ابتدائي مثلا سنه 1922 وقالوا في امتحان الابتدائية ساين 31 تساوي، هو بحل البتاع. كانوا بياخدوا الكلام ده في الابتدائي زمان، ما كانش فيها آلة حاسبة. الآلة الحاسبة كانت قد المدرج ده زمان، الآلة الحاسبة كانت فيها الترانزستور الواحد، انتوا عارفين الترانزستور الواحد قد المكتب ده زمان، كان انبوبة ازاز كبيرة وكاسود وانود وشغل الكيمياء بتاعكم اللي هو بتاع التحليل الكهربي. فكان عندهم زمان دفتر كبير كده بيدخلوا بالامتحانات اسمه دفتر القيم الثابتة، محطوط له ساين من اول واحد لغايه 360، ساين كذا بكذا، ساين واحد بكذا، ساين واحد ونص بكذا، ويفتح الجداول بتاعته زي جداول الهيت ترانسفير بتاعكم كده، التشارتات اللي بتقعد تمشي عليه. هو كان معاهم دفتر كبير كده بيدخلوا بيه الامتحانات. لما عملوا الاله الحاسبه بقى، تتخيل ان اللي صنع الاله الحاسبه خد الجداول دي خزنها وبدا يقول لو جات لك على الشاشه كتب لك ساين 31 تروح الجدول تاخد القيمه وتطلعها له على الشاشه؟ اكيد صعب، صعب جدا. طب افرض واحد يعني جلس كتب له ساين 31.9526 هيعمل ايه؟ فالاله الحاسبه متبرمج عليها قانون تيلور، تيلور اكسبانشن. انا مفكوك الساين معمول، صح؟ فاكرينه؟ اكس ناقص اكس بتاع ماكلورين، اكس ناقص اكس اس 3 على مضروب 3 في مش زائد اكس اس 5 على مضروب 5، واحده موجب واحده سالب، بيروح يعوض مكان الاكس بكذا. طب انت اصلا يكفيك عشان تطلع قيمه دقيقه قد ايه؟ 15 ترم كفايه، هتطلع لك قيمه محترمه في حدود قدرات الاله الحاسبه اللي معانا. فهو بيبرمج عليها الاكسبنشن، والله قال لك بقى اكس ب 31 بقوم رايح معوض اكس ب 31. يا
يعني مفكوك تيلور من الحاجات العظيمة اللي اتعملت في الرياضيات. ان شاء الله ان عندنا في الخميس الجاي اجازة، صح؟ اجازة رسمي، صح؟